مبسوط للتجارب. انا مش مبسوط لاي حاجه. الله يعني عم دي تجارب يا شيخ والله، ومش ممتن ليها والله. بس طبعا هي اللي عملتني يعني، طحنت جفنا. التجارب اللي احنا عدينا بيها طحنت جفنا، والله العظيم طحنت جفنا. اتمنى ان ما تعدوش، لان عارف ان لسه ناس شابه هنا كتير يعني. اتمنى ما تعدوش. ازيك يا بنت؟ هتبقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله. ازيك يا جو؟ ازيك يا فتحي؟ ازيك يا مريت؟ ازيك يا محمد؟ كفايه والله. بستغرب ايه الايام دي؟ بستغرب ايه؟ هو انا مش ضد البنت اللي بتلبس اللي البسي اللي انت عايزاه، بس انا يعني مشكله عندها. بستغرب فكره ان البنت تبقى مثلا يعني. انا كنت في ميتنج من شويه، بنت قاعده معايا بميكرو جيب، وانا بس انا لابس قد ايه؟ انا عايزين بابس اللحاف كله، وقاعد والبنت مسعره خالص خالص يا عادي، مش شاكل في حاجه والله. بس يا رب اي حاجه. بس يعني انا عندي سؤال تاني في اتجاه تاني خالص. يعني انت مسعره خالص صح؟ جايبين الصحه دي منين يعني؟ انتوا صحتكم جايبينها منين يا جدعان؟ الله ربنا يزيدكم والله. يابا ربنا يديكم الصحه والله. انا مش عارف ايه ده، بس ماشي. تن 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 تعمل ايه مع الناس اللي تمشي من حياتك؟ انا اتعودت على فكره ان الناس تمشي فعادي، فبقى عندي خبره في الموضوع ده والله العظيم. فاللي هو انا بعرف اتعامل مع فكره انا همشي، لان خلاص. ازيك يا ياسمين؟ كفايه يا جدعان والله. اميره يا رب يديك الصحه. الله يسترك والله. واللي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه حسابك على الفيسبوك كله حزن؟ انا عندي حساب على يعني حساب في البنك يبكيك اكتر. الله العظيم عندي حاجات، عندي مصايب عادي يعني. شوف شوف يعني دي حياتنا يعني، مش كل شويه نضحك يعني. انا كئيب اصلا. ايه الاصعب؟ الاصعب من الموت في كلام بيحدفوه بيبقى زي الرمي بالرصاص، وهو بيبقى مدرك. خد بالك من مدرك دي، هو مدرك كويس قوي هو بيقول ايه، بس يقول لك على هزر. ففي ناس بتعرف ترميك بالرصاص، بقول لك يا زلمه هزر معاك. ماشي يا سيدي، هزر. ولا ناس قرايبي يعني، ماشي مش مهم. انا تجاوز مش ولا لا. ما تريح طنط وتجوز. بقعد افكر ازاي اكمل باقي الشهر، لان انا مصرف جدا وضيع. فبقعد افكر كل شهر تيجي امي في يوم 23 24 كده تقول هي بقى مش ناوي تخطب. مش عارف اكمل اخر الشهر اكتب من ايه. بس انا يعني الحمد لله مستوره يعني، مش مشكلتي فلوس، الحمد لله انا معايا فلوس كتير كويسه تؤهلني مقارنه بالناس اللي بتتجوز والله العظيم ده انا معايا كتير. بس اللي هو فكره القرارات دي يعني محتاجه ترتيبات ومحتاجه لا ليله كبيره سعادتك، واحنا كلنا ضيق. بيزنين خطيبي بيضربني وبيشتمني. يا لهوي في نوعية رجالة. لا استنى اقول لك الكلمة دي مهمة، استنى ثواني يا كابتن تامر. في رجالة يشوفك مثلا جبتي فستان فيقول لك مش كان بيت اولى بالفستان ده بالفلوس الفستان ده، ويبكتك عليه. وفي راجل تاني يشوف الكلام ده يقول لك هتعدي وزي الفل. في ست ممكن تحكي للراجل عن غلطاتها فيحتويها، وفي ست تحكي للراجل غلطاتها فيذلها. اخطاء مش لازم اخطاء يعني كبيره، اخطاء عاديه. في رجاله عندها فكره عدم تقبل الحب، اللي هو انا مسكت عليك غلطه ههينك بيها. فالنوعيه دي بلوة. يعني في راجل حرفيا نوم الظالم عبادة، غرور في ده ينزل يقعد على القهوة بتاع. ما تبقاش انت راجل وتوصل الست للمراحل دي، اللي هي مش عايزة تشوف وش امك عشان كل شوية مشاكل وضغط. ف
فده هيضرك مش هيفيدك. اتمنى ما يكونش ده الناس تكون فاهمها. والله والله يعني ازيك يا مغربي في الروح، ازيك في الروح، معلش والله كلمتين كده. يلا نرجع لاغانينا ودكاتنا. استحملها رغم ان هو اه ماشي تمام. ازيك يا ابو حميد؟ فكره ان انت تستحملي راجل عشان نكمل الدنيا ما اعرفش، بس يعني ما تجاملش في مستقبلك، جامل في اي حاجه لمستقبلك. انا ما بجاملش في مستقبلي ولا في شغلي، حدش يجي جنب شغلي ولا مستقبلي ولا بيتي، يعني اللي يجي جنبهم بطير امه. بتعمل ايه مع الرهاب الاجتماعي؟ صحابي زمان كانوا بيخلوني ابقى قاعد معاهم بس يقول لك ايه اطلب انت الدليفري، وانا عندي رهاب اجتماعي اقسم بالله. مره كلمت الدليفري والله العظيم الراجل كان طيب قوي محترم، كلمته مساء الخير يعني اقسم بالله انا متاسف على ازعاجك، اطلب لنا حاجه على مزاجك. اديت له العنوان وقفلت. والله العظيم ثلاثه ولعوا في، بس ما بعرفش اتكلم مع الناس يعني. ديت برضه النهارده جه حد حاول عايز يقعد، وانا للاسف قلت له ارجوك معلش انا اسف، يعني انا ممكن اديك اي معلومات وممكن نعمل اي حاجه واحنا واقفين، مش لازم هنقعد ونحكي وبتاع. انا معلش انا اسف. الواد زعل بس حاولت افهمه بس هو ما فهمش، بس شافني متكبر. قلت له ماشي، قلت له عندي رهاب اجتماعي، عندي مشكله مع الناس ان هي تقعد معايا واقعد مع الناس وبتاع، وان اختلط بناس كتير وبتاع. ما فهمش ده وللاسف يعني حسيته زعل، قعدت افهمه شرحت له كتير والله بس هو ما فهمش، معلش انا اسف يعني. ازيك يا يحيى؟ جو مساء الفل، مساء الفل. ممكن تقول اسمي؟ حاضر. ازيك يا بودة؟ انت اجدع وحش، الله يسترك الله يسترك. ازيك يا مزه كوين مودي؟ كفايه والله كفايه، شكرا. اصل هقول لك ليه ما تحتفظ باي شيء يخليك تخسر نفسك، دي وجهه نظر في الدنيا يعني. عندي مشكله برضو مع حاجه تانية عايز اقولها، عملتش مشاكل في ان انت تغلط عادي، كلنا بنغلط، انا بغلط وانت بتغلط وهو بيغلط كلنا بنغلط. عندي مشكله بقى مع اللي تبرير الغلط، يا جدعان بطلوا تبرير غلط، الله يستركم ماشي غباوه. لا تبرير الغلط مصيبه اكبر من الغلط، يعني كلنا بنغلط. تعالى افهمك ان انا ما بغلط. عايز احكي قصه، كانت قصه بس دي نكد قوي، بس احكيها لكم. يلا مش 5000 جدعان كتير هنكد عليكم والله. يا لو احنا 5000 عايز اقفل استرفت. ازيك يا بنت جاجون؟ كتير كتير. ازيك يا ميرو؟ ازيك يا حوده؟ قصه حزينه قريتها، بيقول لك ان في بنت شغاله في مطعم كبير، المهم اتصل بيها الشرطه، اتصل بالمديره بتاعتها وقالت لها ايه حاولي تتحفظ عليها، دي حراميه. ده فكره الطاعه زياده على اوبا. ثواني بس شيء ايش فتحفظي عليها. فبعد ما اتحفظت عليها ابتدى يطلبوا منها ان هي تضربها، ابتدت تقلع، ابتدت خطيبها جه عشان هي هتمشي فابتدت تخش هو فابتدى يعتدي عليها حاجات كتير. تخيل ان كل ده حصل وده كله فيك، تصور انت متخيل ان ده فيك كم الاذيه ان البشر اذت بيه بني ادم وهو اصلا ما فيش حاجه اصلا، 3 ساعات بيأذوا فيها. ودي بقى مش حاله واحده، دي 70 حاله. ده كان فيلم اتعمل في 2012 بس هي انا قريت الحاله اولها، بعد كده اتعمل فيلم مش فاكر اسمه ايه، بس تخيل ان دي 70 حالة حصل. ممكن ناس بتتضرب وبتتشتم تحت تأثير، وخلي بالك البني ادم بقى اللي بيتم الاعتداء عليه ده بيعيش مكسور طول حياته متصلحش. فجدعان رفقكم بالناس ده برضو بيحاولوا الناس يعملوه معايا في ان هم يبتدوا يفبركوا لك ويتكلموا عليك ويعملوا عليك وبتاع، يعملوا لك مشاكل وبتاع. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ قال معنى ان انا مش حابب وجودك، تعالى اذيك ما مش عارف وجودك في هدوء. اوسخ حاجه في الدنيا القسوه، يعني القسوه دي في على فكره في قسوه كتير قوي، في قسوه في الالفاظ وفي في الاسلوب وفي في نظرات العين. يا لهوي بقى، يا لهوي يا لهوي، انا اعرف بني ادمين عليهم نظرات عيون اسهم كده، ولا انزل يلا انزل يلا
يعني. لا لا في ناس عليها نظرات عيون يا نهار اسود. انا بكره نظرات العيون، انا بفهمها كويس جدا جدا، بحبش نظرات العيون ده خالص. اوعى تبص لي بعينيك، لان انا ممكن اقوم خناقه على نظرات العيون. لا ما بحبش نظرات العيون دي خالص.